الطلقة سوته جدقال مرقو إيه لينا قدام ونينا شن دربو طلقة سوته جدقال مرقو إيه لينا قدام ونينا شن دربو هوي من سنة حرابة دارفور تلت خرابة شدر لوت جمز وشراي ومضرابة من سنة حرابة دارفور تلت خرابة شدر لوت جمز وشراي ومضرابة جودية كانت دورو أفرش دول هشابة طلقة سوتو جدي قال مرقو إيه لينا قدام ونينا شن دربو هوي درب دواس جقلو اخر طريق وخلو عيالي جيتو توا سلام دقيد وحلو درب دواس جقلو اخر طريق وخلو عيالي جيتو توا سلام دقيد وحلو نصيحة كانتو دورو شو كاي بسلو بدربو طلقة سوتو جدي قال مرقو ايه نينا قدام ونينا شن دربو في الغنية دي برضو حاولنا نذكر الناس بالمناطق اللي هجروها يعني لأنه معظم الناس قاعدين في المعسكرات فحاولنا نذكر الناس بكربط بعديل بأي منطقة الناس هجروها وما قدروا يرجعوا عليها تاني بسبب الحرب حاولنا نذكرهم بها إنه يا ريت إنه البلد تبقى آمنة ونرجع لقرآن ونرجع لحلام وفرقان والحتات اللي اتقفلت بسبب الحرب برضو انه الناس يعني انه البلد تكون آمنة عشان نستمتع ببلدنا ونعيش حياتنا يعني كبشر يعني من غير ما يكون في مشاكل كده.